الحمد لله، بشكر ربنا على الجايزة، وطبعا بشكر اللعيبة اللي بيساندوني من أول يوم دخلت في النادي الأهلي. اللعيبة كلها بصراحة من يوم ما دخلت النادي الأهلي هم بيساعدوني دايما، والجمهور طبعا الجمهور في ظهرنا طبعا على طول، والحمد لله أنا يمكن بهدلهم الجايزة دي إن شاء الله يعني، وربنا يكرمنا في اللي جاي. الحقيقة انه في اكتساح للجوائز جوه والتكريمات كلها لاعبي النادي الاهلي تقريبا او معظمها يعني، ومن ساعه ما جيت النادي الاهلي بطولات تتويجات منصات تتويج، فشايف ده ازاي؟ هي دي مش جديدة على النادي الأهلي، هو أي حد بيلعب في النادي الأهلي لازم بيكون متصنف للحاجات دي. اللعيبة كلها زي ما أنت شايف النهاردة، اللعيبة كلها ما شاء الله موجودة، ببارك لهم طبعا كلهم، إن شاء الله اللي مش موجود السنة دي يبقى موجود السنة الجاية بإذن الله. وأكيد ظلم الواحد بيلعب في النادي الأهلي لازم أول حاجة بيفكر فيها البطولات، والحمد لله ربنا قدر يكرمنا السنة اللي فاتت وعملنا حاجة كويسة يعني. أكيد طبعا الواحد لازم يتعب، دي حاجة بتاعت ربنا في الأول والآخر، الواحد بيتعب وبيعمل شغله في الملعب، ومسند طبعا زمايلي طبعا اللي هم في ظهري يعني، لولا هم كنت زماني موجود النهارده، أنا بشكرهم طبعا وبارك لهم تاني. يعني جماهير النادي الأهلي بتدعمك دايما، ده أكيد بتشوفه على السوشيال ميديا في المدرجات، تحب تقول لهم إيه بمناسبة تكريمك النهارده؟ بشكرهم طبعا جمهور النادي الأهلي، يعني بصراحة الواحد من ساعة ما دخل النادي الأهلي هم مساندة يعني سند للواحد، مش لإمام كشخص، للفريق كله، هم دايما عينهم على البطولات وده من حقهم أكيد، وإحنا على قد ما بنقدر نفرحهم بنفرحهم.